ما كاينش شي واحد اللي تيقول لك اوناجم داير ولا اوناجم فاعل في الرشيديه. الحمد لله ما كاينش اي واحد من الصغير حتى الكبير. يعني السي اوناجم تيلعب في الوداد ودابا علاقته مع دري صغير بحال ما تلعبش كوره، شدوا ونخرج بحالي بحال الناس، ما كاينش داك التبداد ولا زعما طبقات وانت تلعب لا خص يكون. لا بالعكس فعلا وصلت لواحد النيفو الحمد لله بالخدمه وهادي، ولكن ما مثلا داك النيفو ما تنديروش مع الناس. ما خصناش نتوقفوا في الحياه ديالي، لكن القمه ديال النجاح هو التواضع. وناس مراه في الكره ومر في حياتي الشخصيه راه سميتها محمد. محمد سامو يعني ولد بغيت نسولك اش من حومه فاش كنتي هنا في الرشيديه؟ انت هنايا في السونتر. هنا في السونتر كنتي في السونتر، كبرتي مشيتي للوداد الحمد لله. اللاعب ديالك مع فريق الوداد راه شحال الحوايج غادي ما بغاش نكثروا في الهضره هذيك ديال الوداد، اكثر من ان بغيت غير نهضر معك على شويه الواقعه ديال الراديس اشنو كيبان لك فيها. نقول لك اخويا شوف هذاك الباب طويل بزاف،